السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بناخد مع بعض ايه كمان؟ ايجاد البعد المجهول في المربع، بس المرة دي بمعلومية المساحة. لازم نفتكر مع بعض يا حلو يا جميل. انت هي مساحة مربع بتساوي ايه؟ طول الضلع في نفسه. يعني لو طول الضلع 3 يبقى المساحة 3 في 3. طب طول الضلع 4، 4 في 4، وهكذا. طب تعالى نبدأ مع بعض. بقول مساحة مربع بتساوي ايه؟ طول الضلع في نفسه. طب بص كده، ده ايه؟ ده مربع. والمربع ماله يا جميل؟ شكل رباعي. ليه كام ضلع؟ اربعه. والاربعه متساويه، معنى كده ان طول الضلع هنا هو نفسه هنا هو نفسه هنا هنا. طب المساحه، انت بتقول المساحه بتساوي ايه؟ طول الضلع في نفسه. وانت جميل جدا وشاطر. الستاشر كان في كام؟ يا مس انا افتكرت ان اربعة في اربعة بستاشر. حلو قوي. يبقى لو سألتك عن طول الضلع يبقوا كام؟ اربعة سنتي. تعالى مع بعض كده يلا نشوف. بيقولك ايه؟ في الشكل المقابل مربع مساحته ستاشر سنتي متر مربع. اوجد طول ضلعه. يبقى انا عايزة طول الايه؟ الضلع. كلمة طول الضلع على طول هجيبها هتساوي ايه؟ اربعة سنتي، لان ده بيجي لك اكمل على طول. تعال معايا كده نفهم اكتر مع بعض. بص بقى معايا، بيقول هنا ايه؟ طول ضلع مربع الذي مساحته 25 سنتيمتر مربع. انا عارفة انت بتقول لي عارفها. 25، خمسة في خمسة. خمسة في خمسة بخمسة وعشرين، لان قال مساحة طول الضلع في نفسه، يبقى طول الضلع خمسة سنتي. يلا واحدة كمان معايا. مربع مساحته 49 متر مربع، فان طول ضلعه اول ما الاقي 49 افكها كم في كام؟ سبعة في سبعة، عشان قال مربع يعني مرتين. يبقى طول الضلع كام؟ سبعة متر. في معلومات كده انت احلى مني واشطر مني. يعني ما اقول لك مثلا الواحد حبيت افك مربع يبقى كم في كام؟ واحد في واحد. طب لو قلت لك اربعة كم في كام؟ طول الضلع اتنين في اتنين. طيب خلي بالك هقول لك تسعة يبقوا كم في كام؟ تلاتة في تلاتة. حلو. طب 16 كم في كام؟ 4 في 4. يلا يا عسل. طيب هنا مثلا 25 كم في كام؟ يا مس انا عارف 5 في 5. طب يلا 36. برافو، انا سامعاك. 6، 6 في ايه؟ في 6 يا مس، اهي 6 في 6. طيب 49 كم في كام؟ سبعة في ايه؟ في سبعة. اربعة وستين كم في كام؟ تمانية في تمانية. واحد وتمانين، تسعة في التسعة. مية، مية نكتبها فين؟ فين؟ مش لأ، هي مية كم في كام؟ يلا يا عسل. عشرة، عشرة. يبقى كل حضرتك عايزك تحفظه الحاجات الايه الواضحة. واحد في واحد بواحد، اتنين في اتنين باربعة. يبقى ما اقول لك مربع مساحته 49 افكر 49 يبقى سبعة، 64 تمانية، 81 تسعة، 110. وما انساش التمييز. كده حبايبي بقى انتهت حلقتنا النهاردة اللي بنتكلم فيها عن ايجاد طول ضلع المربع بمعلومية المساحة. ما ننساش نعمل لايك وشير يوصل لنا كل الفيديوهات الجديدة. وإلى اللقاء إن شاء الله.